سريعا مش هنعطلكم كتير. يبقى الاكوايرد هارت ماتر ديزيز اهم حاجه فيهم الام اس، هنقول كم واحد تانيين تعرفوه من المعرفه. نفس الفكره، وانت عندك جري ماتر وهايت ماتر، جري ماتر تبعت اشارات عن طريق الهايت ماتر عشان تقول لك مثلا حرك ايدك او حرك اي رجلك مش عارف ايه، تسمع ما تسمعش، كل ده ايه اشارات جايه. لو حصل الهايت ماتر دي لخلل ما تعطلت هيحصل ايه؟ الام اس. هنقول ايه اسباب الام اس؟ بيقول لك الام اس ديزيز ده مين اللي اكتشفه؟ واحد دكتور فرنسي بتاع نيورولوجي كان بيعالج عيانه، لا الدكتور اسمه جين مارتن شاركو 1868، كان عنده واحده ست عندها ايد، عندها سيفلس قصدي، عندها سيفلس وكان بيعالجها بيحقنها ماده اسمها سلفر او مش عارف. المهم فالعيانه ما كانتش بتستجيب معاه للعلاج، وبيجي لها حاجات غير الديزيز، يعني جيلها مور ديزيز مش عارف جيلها مش عارف. المهم بعد ما ماتت استغرب هو العلم ما استجابش، فشرح فشرح البرين، لقى فيه حتت ايه في البرين، حتى سماها اسمها سكليروزا امبليك او امبليك، ماشي، يعني حتت زي 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 الهامرتومات كده، ماشي. فشافها في البرين، فهو من يومها هو وصف الديزيز ده، وهو ده اللي ايه اللي بعد كده عرفوا عن سكليروزا. قال لك المالتيبل سكليروز ده عباره عن كرونيك ديجنريتيف ديس اوردر، بياخد السي ان اس وبياخد ايه باي ديسيمينيت دي مايلينيشن، يعني اللي هو الماتر حاصل في مايلينيشن بيحصل فيه ديس مايلينيشن، بيشال الميلانين اللي فيه. دايما بيجي في الفيميل من في الـ في الـ من 15 ل 50 سنه. وهو فكره الام اس بيجي في الفيميل ليه؟ هو في الفيميل للميل من 2 ل 1 مش معروفين السير، بس بيقول لك والله ممكن يكون نتيجه هرمون، نتيجة الهرمون. طب ليه النظرية دي قوية؟ قال لك والله الست اللي عندها ام اس لو حصل بريجننسي ليها بتبقى حالتها بتسوء قوي، فبيحصل الهرمون بتعلى اكثر، فده ثيوري من ثيوري. لكن السبيسيفيك كيوز مش معروف، بيقول لك ده اوتو اميون ديزيز بيهاجم المايلين ويكسر المايلين، ماشي؟ تدي له انت كورتيزول عين ممكن يخف، يحصل تاني ايه؟ يتكون مايلين تاني وعين يخف وبعد كده وهكذا ويدخل في السايكل. الانون كوز بيقول لك ريليتد تو انفكشن او اوتو ميون او جينيتك فاكتور، مش معروف، لكن كل الحاجات دي موجوده. يقول لك انفكشن، فيزيكال انجري، ايموشنال ستريس، اكسسيف فاتيج، بريجننسي، وبور ستيت اوف هيلث، ماشي؟ طيب احنا عشان نشخص ام اس، في واحد اسمه ماكدونالد سنه 2001 عمل كرايتيريا والناس كلها في العالم ماشيه عليها. عملها سنه 2001 بعد كده حصل لها تعديل 2005 بعد كده 2010 اخر تعديل ليها 2013. كل ما بيضيفوا حاجات ليها جديده بيضيفوا في التعديل، وانت لازم كدكتور راديولوجي تعرفها، لانك انت هتقابلك حالات كتير ام اس مش هتعرف تشخصها، او ممكن تيجي تجيب لك حالات وتشخصها ام اس وهي مش ام اس، لكن لما انت تعرف الكريتيريا دي على الاقل بتقلل الاخطاء بتاع تشخيص الام اس، تمام؟ ايه عمنا ماكدونالد قال ايه؟ قال لك والله لو شفت لو العيان جاله اثنين او تو اتاكس، يعني يقول لك انا مره ما بعدش شايف لمده يومين، او ايدي ما اتحركتش لمده يومين وخفيت، وبعد كده قال لك ايدي الشمال حصلت لي مش عارف بعدها بشهرين، يبقى دول تو اتاك اوف ايه؟ ام اس. لو انت عملت له ام ار مثلا شفت اثنين او تو ليجن، شفت مثلا ليجن في الوسيط الفصه وليجن في الديب فرانت ريجن، ماشي، يبقى ده ام اس، ماشي؟ طيب لو جاله اتنين اتاك وشفت واحد ليجن بس، واحد بس، تقول ده ام اس ولا ما تقولش؟ قال لك والله تكتب سسبشن، لكن المفروض تعمل ديسيمينيشن ان سبيس، يعني مثلا عمل ام ار اي في شهر 3، هتقول له والله دي ريجاردنج البيشنت هيستوري موستلي دي ام اس بلاكس، هاويفر فول اب از ريكومند. تعمله بعد 6 شهور هتلاقي فيه بلاكس ظهرت في حته ثانيه، يبقى ده شو ساين هنقول ايه؟ ام اس، ماشي؟ طيب لو جات له 1 اتاك و2 ليجن برضه تستنى لغايه ما تجي له اتاك الثالثه، لكن تكتب في التقرير العيان ريجارد كلينيكال هيستوري وفي تو فور ساي موستر ام اس فور ايه فول اب، بس هنا تستنى تجي له اتاك ثانيه وتعمل له ام ار اي. لو جات له اتاك ثانيه وشفت حاجه جديده ظهرت يبقى ده شوف ساين، لكن لو جات له اتاك ثانيه وبرضه في اثنين برضه ده غالبا ام اس. هي في حاجات جديدة طلعت طبعا أهم من الكلام ده كله، لكن ده الشكل اللي عام. بيقول لك والله الإم إس في الصاي دي بتيجي تبقى برايت، طب بتبقى ليها أماكن معينة. إحنا قلنا الهوايت مطر أكتر حاجة في الجسم فين؟ بالفنتريكولا في الكورونا رادياتا وسنترا بتسيم أوفيرس وفي الكوربس كالوزا.
اكتر حتت فيها هوايه مطر كراك فيها سلوك كتيره كابل كتير كورباس كالوزم نمره 2 كورونا رادياتر سنتروم في النهار. بعد كده السب كورتيكال ريجن فيها سلوك وكابلات قليله شويه لكن دول اللي بيجي فيهم الاكتر فيهم كابلات اكتر هم اللي بيجي فيهم اكتر. فقال لك ممكن يجي بيريفنتريكولار ممكن يجي جاكستا كورتيكال وانفراتنتوريال وسباينال كورت ماشي. لو حنتو سبعة وخد سبعة يبقى ده في الاكتف ستيج ماشي. طب ام ار بروتوكول فور ام اس الام ار ليه بروتوكول معين واحنا في مصر بنعمله كله غلط ليه اسباب كرونيك واسباب كتير هو الام ار المفروض يتعمل بروتوكول لو عيان عنده ام اس قصار تعمله بروتوكول وتسيبه عندك على الكمبيوتر يجي بعد ست شهور تعمله نفس البروتوكول نفس الزاويه نفس البارامتر نفس كل حاجه عشان تشوف الفوسايد دي قستها كام في كام شوف هل اتحسنت ولا بروجريس ولا ريجريس لازم نفس الفوسايد يبقى عندك بسرعه كبيره تاخد الانجل مثلا لو خدتها زيرو انجل او خدتها المفروض الانجل تاخدها مع الكوربس كالوز عشان اكتر حته كانت كده بالي للكوربس كالوز لكن لما تيجي سعادتك تريد البحث لازم تعملها مع مين نفس الانجل ونفس البرامج نفس التي ار ونفس في كل حاجه تعملها هي هي بس هو اهم حاجه ناخد في البتاع ده سيتال فليل المفروض تاخده 3D 3D تاخده كل 3 مللي هتلاقي بس احنا في مصر ما نقدرش اللي تعدت الفيديو هياخد 3 4 افلام فالعين كله نفس القصه في الكورونا دي ما بنقدرش فانت بس خد سيد العادي زي في مصر لكن هو بروتوكول بياخد 3D جريجنت و 3D سيد الجميل للفلي عشان نشوف الفستاي كويس لكن انت لو ثبت البارامتر سعادتك كلها لازم بعد 6 شهور نفس الماتكس هي هي نفس النكس هي هي نفس كل حاجه هي وتبقى مصور وتبقى جايب القديم وحافظه عندك وتشوفه على الباكس وتعمل نفس الباكس عشان تقول عندي خف ولا ما خفش بروجريس ولا ريجريس لكن احنا للاسف في مصر ما بنقدرش من كثره العيانين نعمل الكلام ده لكن ممكن نعمل في المستقبل ان شاء الله. الحاجه الثانيه سباينال كورد سباينال كورد الكلمه اللي قالها لنا الدكتور هيثم الام اس بلاكس في البروسيير فوسا دايم في التي 2 احسن ولا في الكلير؟ ليه دايم في التي 2 احسن؟ عشان العظم البروسيير فوسا ده عظم كتير والسباينال كورد نفس الكلام تعمله زي الفلير ولا زي التي 2؟ اوعى تعمله زي الفلير لانه العظم فيه كتير فما يبانش في الفوسا فالبروسيير فوسا الام اس بلاكس سوبرا تنتوريال تبان في الفلير احسن لكن الانفرا تنتوريال تبان في مين؟ عشان ايه؟ عشان البون، البون هنا بيبقى دنس قوي فما بنشوفش. فاوعى تروح تعمل لعيان وتعمل له ام اس بروتوكول في السباين، اوعى تعمل له سيتال تعمل له سيتال ايه؟ تمام؟ يبقى هو حتى كاتب لك اهو دونت يوز فلير فور سباينال كورد ايمجينج، ماشي؟ نو روتين يوز في جادرينيوم في السباين، ماشي؟ طب هنا قال لك الام اس ده والله انتشاره جيب لك الحتت الالوان دي كل البلاد اللي فيها منتشر يعني هتلاقي اوروبا وامريكا واستراليا والحتت دي ادي استراليا تحت وامريكا واوروبا قصدي ودي امريكا الشماليه. قال لك السيوري والله قال لك في الفيميل 6 اكتر من الرجاله في اليانج ايج في الهوايت ريس في الناس البيض اكتر من السمر في النورث لاتيتيود حتت الشمال اكتر من الجنوب. ما قال لك الهاي سوشيو ايكونوميك الناس اللي مستواهم عالي يجي فيهم ام اس الناس الغلابه ما يجيش ماشي. الناس في اسكندنافيان اللي عايشين في السويد ومش عارف ايه دول بيجي لهم اكتر. المانس اوف بيرس افكت والفيتامين دي ديفيشنسي هي برضه الفيتامين دي ديفيشنسي سيري قويه قوي بالذات في الحتت دي ماشي. طيب احنا قلنا البتاع ده الام اس ده عباره عن ايه؟ الدي مايلينتنج ديزيز بيبقى العيان حصل فيه مايلين بس بيجي فيه اوتو اميون ديزيز بيكسر المايلين. بس بيقول لك العيان بيجي له واكسنج اند ويننج. واكسنج اند ويننج يعني يجي له مثلا هيموباريسيس وبعد كده ويننج يعني ايه؟ يخف منه. ان اوف يعني زي انه اوف ده بتاع في تيستات برضه كلينيكال دايجنوز حاجه اسمها ايفوكت تيست. خلي بالك هو دلوقتي ثلاث حاجات جديده انا كنت اقول لك معاك دلوقتي اهم حاجه سي سي اف اهم حاجه دلوقتي. سي سي اف طبعا سي سي اف شوف الايمونوجلوبولين ده هو الشوب ساين سايتو جلوبولين مش عارف سايتو البومنس هو ده المهم اهم حاجه دلوقتي. لكن في حاجه اسمها افوكت تيست يعني مثلا ايه بيجيب العين يعرضه للستيمولس مثلا في الاي وبيستقبل حاجات زي رسم الاي سي جي ويشوفها يدي له امبلس مثلا الابر لمب ويستقبل حاجات للحركه الابر لمب وهو بيتحرك اللور لمب من الهيرنج دي اسمها افوكت تيست بيعرف منها ده ام اس ولا لا. حتى الام اس ده كلينيكال دايجنوست وليس راديولوجي.
راديولوجي ده الكونفيرميشن اللي هو كلينيكال وليس ايه راديولوجي. واهم حاجه في الماجنال مش كل شويه بقول لك بنضيف عليها حاجه اللي ضافوها عليها سي سي اف مش بياخد وشوف فرمون جلوبالين وشوف مش عارف ايه مش مهم انت بس انت عارفه للمعرفه البوكس تيست والسي سي اف دول اهم حاجتين اضافوهم للايه للدياجنوز في ام اس ديزيز. طيب ايه السيمتومز بيجي بيها راها انت السيمتومز ممكن عيني يجي له ويكنس يجي له فيجوال فيرتايجو اي حاجه كلها دي اعراض الام اس ديزيز ماشي. يبقى الدياجنوستيك تيست بتاعت الام اس اهم حاجه عندنا ايه الام ار اي والافوكت بوتنشال والسي سي اف ثلاثه دول. السي سي اف هو حتى كاتب لك هنا هتلاقي مش عارف في اميونو جلوبالين ايه مش مشكله. السي سي اف برضه بيجي في كذا ستيج يعني في بناين أربعة ديزيز في بناين مالتيبل سكيروز في ريلابسنج ريميتنج هو اكتر حاجه ريلابسنج ريميتنج احنا اللي بنشوف. ممكن يجي سكندري كرونيك بروجريسيف ممكن يجي برايمري بروجريسيف ده اربع ستيج لكن احنا اللي بنشوفه اكتر واحد مين الريلابسنج ريميتنج ماشي. كنت انا شغال مع دكتور كان يقول لك الام اس بشخصه ازاي دي حاجه مصريه قال لك لو جات لك واحده ست وفيها برايت سيجنال معرفش هو مقتنع يعني كلامه بيقول صح انا جربته صح ولقيت فيها السايد لقيت مخها ضارب لو كانت رايحه الام اس ماشي بس لازم الاثنين مع بعض مش مخ ضارب مع الفصاي الاثنين مع بعض ماشي. فلو لقيت فصاي وقعدت اتكلم معاها فعلا هو تلاقيها تقعد يعني تدخل معاك المتاهات كتير في الكلام وقعدت تحكي معاها وتمشي كلمات تجيب لك قصص كتير فعلا فدي برضو ايه تشخيصها مصري. طيب احنا قلنا الام ار في الايه الفصاي بنشوف تقريبا 95% اكتر من 95% يبقى السبيسيفيتي والسنسيفيتي بتاعته عاليه. هنشوف والجادولينيوم لو حانته ممكن لو خد انهانسمنت ايه نشوف الريسبونس. ادي الام اس فصار. انا في حاجه بس عايز افهمها لكم قبل ما نقول الفصار. احنا عندنا احنا قلنا اكتر حاجه فيها هو مطر ايه؟ الكوربسكالوزم. طيب احنا عندنا الفنت اللاتر الفنت هو اللي ماشي فوق منه الكوربسكالوزم وماشي على جنابه مين بالظبط؟ الهوايت مطر السنتر تيموفاي والكورونا راديال ماشي؟ طيب انا بس عشان تفهموها ازاي بربندكرا ازاي الام اس في السايبر بندكرا انا عندي ترعه عارف الترعه انت؟ ترعه ماشي فيها ميه اللي معدي فوق الترعه مين؟ كوبري. الكوبري ده مين؟ كوربس كالوزم. والحرف بتاع الترع اليمين والحرف بتاع الترع الشمال ده مين؟ ده الكروماتيتال او السنتر فيهم ايه؟ طب لما تيجي ام اس فصاي على الكوبري، الكوبري عمودي على الترعه ولا مش عمودي عليها؟ عمودي بربنديكولا يبقى عمودي عليها. ادي الترعه ماشيه كده وادي الكوبري كده يبقى الكوبري عمودي عليها. طب الحرف بتاع الترعه بيبقى ده برضه بيربنديكولار على مين؟ على الترعه. الحروف برضه بتاعتها بيبقى بيربنديكولار عليها اللي هو المطر الموجودين في الكورونا رادياتال سيمبتوم تيوبر. لكن هو اهم حاجه عندي الكوربس كالوزم بيبقى بيربنديكولار للفنتر. فبيقول لك الهواء مطر في الصاي بتبقى الاكسس بتاعها بيربنديكولار على مين؟ على اللاترال فنتركل ماشي؟ يبقى عموديه عليه مش موازيه ليه ماشي؟ وبيبقى شكلها زي الدوسن فينجر. انتوا عارفين دوسن فينجر؟ ايه دوسن فينجر؟ حد يعرفه؟ هو الدوسن الراجل اللي وصف الموضوع اسمه دوسن. عارفين ان في ناس بيبقى صوابع ايديهم رفيعه قوي كده وتيبر لقدام. جماعه الطوال قوي دول تلاقي صوابع رفيعه. فانت لما تشوف تبص على ام اس فصاي زي صوابع الدوسن بالظبط. لو انت كتبت دوسن فينجر على النت هيجي لك واحد صوابعه رفيعه كده وتيبر لقدام. فتلاقيها كده وانت باصص لها زي الدوسن فينجر. فهو سماه قال لك والله الفصاي دي زي صوابع انا بالظبط. انا صوابع السده زي دول فسموها دوسن فينجر. وطلعت اسم على اسم مين؟ اسم دوسن فينجر. لو بصينا هنا على الفصاي ده يبقى الفصاي ايه؟ بيري فنتريكولر حواليه الفنتريكل في الهوايت مطر وجايه بيربنديكولر. هنوريك انا صور احسن من كده على الفنتريكل ماشي؟ ادي اهو الصوره دي باينه. ده الكوربس كالوزم في مالتيبل فصاي كل الفصاي دي بيربنديكولر على مين؟ على الفنتريكل ماشي؟ وماشيه موازيه لمين؟ للكورتكس. يعني هي لو انت لو مديت خط كده هتلاقيها موازيه الكورتكس وبيربنديكولار على مين؟ على الفنتريكل ماشي؟ يبقى من خصائص
الام اس في السايد بتبقى داوسن فينجر او بيربنديكولار لمين للفنتريك ماشي. طيب بتبقى ممكن مالتيبل واكتر حته قلنا كوربس كالوزم والحته اللي فيها ايه هوايه مطر زي البيزر جانج ماشي. والسايز بتاعها بيبقى 6 مللي ممكن تبقى اوفويد شيب اراوند اوفويد وال والتوتال فوليوم بتاعها مفروض تشوفه في التي 2 وبعد كده العيان بيجي له اتروفي بعدها. ادي عيان مثلا عنده ام اس ديزيز يبقى في بايلاترال لو بصيت انت الاكسس بتاعهم بيربنديكولار ولا مش بيربنديكولار يعني بص شايف البتاع هي بارل للكورتكس ماشي او بارل اللي هو مطر كورتيكال جانكشن لكن لو 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 حطيت فنتريك في النص هيبقى بيربنديكولار عليهم بيبقى ايه مقطعين الفنتريك على زاويه غير الزاويه بتاعته. ادي برضه اهو دي بهوات مطر بالفنتريكولار او دي بهوات مطر اوفال شيب ودي ادي بص دي شايف دي دي ازاي الاكسس بتاعها بيربنديكولار للفنتريك ماشي. هو برضه نفس الكلام مالتيبل فصاي اوف كذا 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 وبيربنديكولار وموجودين في الهوات مطر ريجون والعيان كلينيكال ام اس. هما بس العيانين بتوع الام اس دول بيجي لهم ايه بعد كده؟ يعني العيان عنده ام اس فقاعد يتعالج ويخف ويروح بيجي له برين اتروفي اعلى من يقول لك كل سنه الواحد بعد القطر بيريود بعد سن ال 40 بيحصل اتروفي في البرين كل سنه نسبه 0.3 في الام اس بيحصل 0.6 مش دبل. يعني انت مثلا من 40 ل 50 سنه تعجز مثلا 0.3 اضربهم في 10 سنين هم يعملهم في 5 سنين العيال عنده ام اس يعملهم في 5 سنين واخد بالك؟ لكن دي عمليه انت ملاحظتها صعبه عليك لانك يعني بتشوف العيال كل شويه لكن لو شفت حاله من كذا سنه وشفت بعدها كذا سنه بتلاحظ الاتروفي ماشي؟ لكن هي محسوبه كده بيقول لك العيان اللي عنده ام اس بيحصل له اتروفي في البرين 0.6 لكن العيان نورمال الايدج بروسيسنج نورمال بتبقى 0.3 فهو انت يعني هو دبل الاتروفي بتاع ساعتك ماشي؟ قال لك والله الام اس ممكن تيجي في تيجي صغيره ممكن تيجي كبيره ولو خدت انهانس بتبقى العيان في اكتيفيتي ستيج. ممكن تيجي تيوم افكتف يعني تيومر لايك كلمه تيومر افكتف يعني تيومر لايك تلاقي حتى واحده كبيره جدا لو حالتها سابقه تاخد سابقه بس هي اهم حاجه عندنا ايه؟ كلينيكال انا دي تلخبطك انا مره واحده جتني اجنبيه وانا ما شفتها بتعمل قلبك في البيت البلد عامله عمليه في الست فانا كنت بتهاجمني بس ست رجعت وقالت لي لا انا عامله عمليه اوجمنتيشن مش عامله عمليه فانا فهمت السادي عمليه ايه؟ فهمتها انها عندها كسر بريست فكده بتعمل تس فطلعت هي ايه عندها ام اس ودي تيوم افكتيف. طب الانهانس بتاعه ممكن ياخد انهانس ممكن ياخد حته يعني ايه انكمبليت رينج يعني تيوم افكتيف فصاي. ادي مثلا عيان عنده اهو مالتيبل فصاي فيهم جماعه خدوا وجماعه ما خدوش يبقى ده فين؟ في الاكتيفيتي ستيت. خلي بالك اي عيان ام اس لما يجي لك والعيان دايما في مصر غلابه ما هوش فلوس اعمل له ديفيوجن لو لقيت فيه فصاي ريستريكت واحده او اثنين او ثلاثه يبقى ده برضه في الاكتيف ستيت من غير ما تحزن سمعه ماشي. دي حاجه طلع جديده هي مش 100% لكن انا جربتها في كذا حاله مع الانهانسمنت ماشيين قريبين من بعض بس مش بروفد 100% لكن لو هو العيان مش قادر يتحين او التكلفه عاليه عليه اعمل له ايه ديفيوجن ماشي. ادي برضو عيان عنده ايه ام اس وخد حقنها خد سبعه برضو عيان عنده ام اس في الصاي كبيره وحقنها خد سبعه ماشي. ممكن ام اس يجي في السباينال كورد نفس الكلام بيبقى الكورد فيه برايت سيجنال موجوده ممكن تيجي في النص او تيجي في الدورز الازمت هو لو هات مطر بس في الكورد بيبقى اكتر فين قدام ولا ورا بيبقى ميدل وبوسيريو اللي هو مطر فبيجي دايما الام اس تيجي في الميد بورشن او البوسيريو بورشن بتاعت الكورد ماشي. لكن تعمل له مين اهم حاجه تي 2 سايتال تي 2 ماشي ما نقولوش لا فلير لا اكزيال ولا بتاع شالبون الفلير مش هيبان حاجه. برضه الام ار لو بيجي لك في الصيف هو قال لك لو انت شفت في الصيف الام اس في العيان يعني افرض عيان جالك مونو باريس مونو بليجيا لور لامب وعملت له ام ار وطلع فيه برايت في الصاي موجودين في الكور تعمل ايه؟ لازم تعمل له برين لانه ده اللي ميس تبتدي في البرين ويكمل في الاصبع. لكن هو البرزنتيشن هو ده اللي جاله جاله قبل كده دوران او جاله رؤيه للسور فتره ما حسش بيه وجاله لما جاله ام اس بلاك في الكور حس بيها لانه مش قادر يحرك منه لازم ترجع تعمل له ايه؟ لما ار بي عشان تقول ده ام اس ديزيز ولا لا ماشي؟ ممكن ياخد مالتي سيجمنت ممكن ياخد حتى في الكورد دورسال وياخد حتى في الكورد سيرفايكال وفي الاكتف ستيج نفس الكلام بياخد انهانسمنت في الكورد بيبقى الكورد معاه قديمه وياخد انهانسمنت لكن لو مش اكتف ستيج
ما بياخدش انهانس. ماشي، ادي مثال على ام اس فصاله شاف كبيره قد ايه، واخده حته كبيره من الكورد هنا، واخده حته هنا وسايبه حته، واخده حته تحت. ماشي، ادي برضو نفس مالتي سيجمنتال وخدت انهانسمنت، يبقى انهانسمنت يبقى ده في ايه، في اكتيفيتي. ماشي، برضو جايب لك ام اس ليجن في كذا عيان عشان يوريك الكرايتيريا بتاعتهم في البتاع، بيبقى دايما كوربس كالوزوم بريفنتريكولار تمبرال لوب سب كورتيكال، الاماكن اللي بيجي فيها الام اس. ماشي، في حاجات جديده الام اس، في حاجه اسمها ماجنتايزيشن ترانسفيرس ايمجنج برضه بيعملوها جديده للام اس، والام ار سبكتروسكوبي لانه في حالات بيلاقوا الان استايل اسبارتيت فيه بيبقى ايه، بيبقى عالي نتيجه الاكسونال انجري انتجريشن. ماشي، طب ايه الديفينيشن دايجنوستيك في الام اس؟ كل الديزيز دي كلها دي ممكن تتلخبطك مع الام اس، الادم والمش عارف الباهس الديزيز وكل الحاجات دي اقراها، الاتش اي في والكلام ده كله، لكن هو اللي بيعمل لنا ايه الهيستوري اهم حاجه. طيب ايه الحاجات الفاريانت الميميكنج ام اس؟ هي الديفينيشن دايجنوستيك جدول اللي احنا جبناه. اول حاجه الادم، الادم ده احنا قلنا بيجي ده مونوفيزيك ديزيز، يعني يجي مره واحده ما يرجعش ثاني، لكن ام اس ده ريلابس ريميتد، يجي ويخف يجي ويخف. نمره 2 بيجي دايما مالتي فوكال الادم، بيجي كوردو سباينال كوردو وفيجر واوبتيك نير، لكن الثاني بيجي دايما حاجه واحده، ممكن يجي برين وبعد كده يجي برين وكورد، لكن دايما ده بيجي بالاثنين. دايما بيجي في التشيلدرن ده الادم، وبيبقى دايما عنده تعرض لانفكشن او تعرض لميزة تشيكن بوكس او خد بوست فاكسينيشن. ماشي، ده بيوريك الفيرسس الادم فيرسس ام اس في الدوسن فينجر، تلاقي في الام اس هنا ما تلاقيهاش، يعني انت عايز تقرا الفروقات، ده مالتي فوكال ده مونوفوكال، ده بيبقى جاكسترا كورتيكال، ده بيبقى ايه بريفنتريكول. ماشي، يبقى ادي ادم ديزيز عيان جاله اكيوت ديسمينيتد انسيفالومايلايتس، لو عملت له برين هتلاقي مالتي فوسايم متنطورين لكن مش بيربنديكول للفنتريكل، وممكن تلاقيهم بعيد عن الهوية مطر، لكن هتلاقي في الكورد برضه في ايه، لانه انكفلو يعني برين ومايلايتس يعني ايه كورد، يبقى دايما جاي كومبايند مع بعض. برضه عيان ادم اهو لو بصيت في الفصيله هتلاقيهم متلخبطين، بيزار شيبد ومش موجودين في هوايه مطر، وحته في الجري وحته في الهوايت، تلاقيهم في كذا حته، لكن الام اس دايما بيجي في ايه في الهوايه مطر، حته الكوربس كالوزم والكرونو رادياتا والسنترال بتيومي فان. برضه بقى عيان برضه ادم في مالتي فوكال حتى واخد البرين ستيم معاه واخد الليفت سيريبيلا. ماشي، النيورومايلايتس اوبتيكا برضو نفس الكلام، بس ده سبيسيفيك ليها، بيبقى واخده الاوبتيك راديشن والاوبتيك كيازما، والعيان برضو تلاقي معاه تشينجز في السباينال كورد، لان مايلايتس مايلايتس يعني كورد، يبقى نيورو اوبتيكا يعني واخده الاوبتيك راديشن والاوبتيك باسوي، ومايلايتس يعني واخده جزء من الكورد. برضو العينين دول برضو كلينيكال بيساعدك فيهم، برضو ده عين نيورومايلايتس اوبتيكا واخده الكورد واخده ايه الاوبتيك راديشن بتاع ايه، واخده البريترايجونال ريجون في الهوايت ماتر. برضه في البيس الديزيز، بيس ده برضه بيتشخص كلينيكال، بيجي لك راديولوجيكال في الاخر، لكن هو تشخيصه بيحتاروا فيه على بال ما يوصلوا فيه. برضه ممكن يديك تشينجز في البرين، يدي لك ام اس في السايد يجي في تمبرال لوب، ممكن يدي لك برضه في السايد في البرين في السباينال كورد زي الادم برضه بالظبط. برضه الريكارنت بيس بيبقى مع اتروفي، وادي في برايت سيجنال موجوده فين؟ في البيزل جانجل. ادي برضه بيس الديزيز، في برضه مالتيبل برايت سيجنال موجودين في البرين وفي الكورد، ومعاه الستريت ساينس هنا اكلودد في الام ار ام ار في. الساركويد برضو ممكن يلخبطك مع الـ مع الـ بتاع ده الام اس، لانه بيبان في الصايد، في الصايد لو ما فيهاش كلاسيفيكيشن بيبان برايت في التي 2، ولو حامل 7 ممكن ياخد 7. ماشي، لكن لو حصل فيها كلاسيفيكيشن صعب، ما تبقاش تلخبطك. لكن الام اس الساركويد برضو ليه كلينيكال دايجنوزيس، وبيبقى واخد من الليبت من انجل، واخد حتت فين في الاوبتيك كازم. برضه اي عنده ساركويد لو انت بصيت على الفوسايد تلخبطك دي ام اس ولا لا، لكن كلينيكالي بيبقى جاي مش 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 ام اس ديزيز، بيبقى عنده مثلا شيست ساركويد في الشيست او ساركويد في اي حته ثانيه، وجالك بعد فتره تيجي من نيورولوجيكال سيمتومز، لو انت عملت له ام ار اي تبقى دي ساركويد مش ام اس، لكن بيلخبط. في برضه السوساكس سندروم ده برضه، ده بيقول لك مايكرو انجيوباسي، بياخد ايه ريتينيكول ومش عارف فيرتبرو بازيلر مش عارف فاسكولوباسي، برضه بتلاقي فيه ايه في البرين في تشينجز في الهوايت مطر ديزيز. برضه سيستميك لوبس ده بيجي لك متشخصين، يعني مره عيانه يعني جاتني برضه سيستميك لوبس، عملت لها ام ار اي وقالت لي دكتور والله اذا عندها كذا كذا، فالدكتور كريش كلمني في التليفون قال لي والله العيانه دي
سيستم كله. طب ليه تكتبها في البتاع يفتحوا؟ مش هي عليك تكتبها؟ انا اسال العيان. الست تشيكي مني يقول لك عندها المخ. يا ابني تشيكي ايه؟ في مشكله في المخ. فلقيت في بيبليوتيكا اهو ماما بتذكرني ماما بتقول لي ان لسه في مين سنها 35 سنه. فهو كلمني في التليفون قال لي والله هي بس العيانه دي عندها سيستم كلوبس. قلت له المفروض انت لو كتبت لي سيستم كلوبس هتكتب لك. فكلينيكال مهم قوي في الحاجات دي. برضو في الكرونيك انفلاماتوري دي مالينتك بولينيوروباسي ممكن يجي لك في يعني من الحاجات الفاريانت بتاع الميز تشوف. طبعا الاتش اي في ده كتير جدا برضو يلخبطك. بس انا الاتش اي في بيبقى عارفينه وعارفين العيان وعارفين العيان اللي جاله اتش اي في سواء طفل او كبير. لو جاله طفل صغير ممكن يلخبطك مع الديسمايلينيشن برضو. لو جالك في الكبير يلخبطك مع الامبيس ماشي. بس لكن انت عارف العيان بتاع الايه ال اتش اي في. برضه البروجريسيف مالتي فوكال انكيفالوس برضه بيجوا في الايدز اكتر عيانين. برضه بيبقى الهوايه مطر لص وبيحصل فيها ايه ابنورمال سيجنال موجودين في الهوايه مطر. مش عارف برضه اللايم ديزيز ده مش موجود عندنا في امريكا كتير. اللايم ديزيز ده اللايم ديزيز ده حشره بتيجي مش عارف ايه تقرص وتلاقي في الغابات كتير فبيجي لهم كتير اللايم ديزيز. لو انت في امريكا تبقى عارف اللايم ديزيز من ام اس. لكن احنا في مصر ما عندناش اللايم ديزيز. ارد برضه ام اس لايك فوساي برضه ده لايم ديزيز كلينيكال ماشي. التوكسوبلازموزس برضه نفس الكلام. احنا قلنا التوكسوبلازموز بيجي اكتر حاجه في مين؟ لا بيجي اعمل غير التورش بيجي في العينين امون كومبرومايز في الكبار. فالتورش ده حاجه صغيره لكن في الكبار بيجي في الامون كومبرومايز. لو عين عامل نيرو ترانسبليشن عامل ليفر ترانسبليشن عنده لوكيميا او عين عنده اتش اي في فيروس فاكتر حاجه بيجي له. احنا قلنا لو عيان عنده اتش اي في وجاله ليديا في البرين يا اما يبقى كذا يا كذا التوكسوبلازموز يا ايه يا لينفوما. لو معلش فرق بينهم تاخد بايوبسي. لكن التوكسوبلازموز برضو نفس لو جات لك مالتيبل وكذا تلخبطك مع التيوم افكتيف ام اس. لكن انت بتبقى عارف العيان ده عنده اميون كومبرومايز ده وعنده اتش اي في بيبقى ايه سهل عليك شويه. برضو مش عارف في نوع من الهيومن مش عارف ايه ليمفوتروفيك فيروس تايب 1 ممكن يجي لك فوساي في البرين. التي بي برضو نفس الكلام. تي بي ممكن لو جالك انت مش 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 بس التي انت تي بي عمره ما يجي كلينيكال ام اس. يعني لو جالك في الصيف عندهم خدوا صبغه انت بتشوفهم دايما ام اس بيحب الحتت بيزنس ستيل بيبقى فيه الانهانسمنت بيبقى بليبتو منينجل انهانسمنت مع عين التي بي بيبقى عنده هيستوري في تي بي في الشيست عنده هيستوري في تي بي. برضه الميتاستاسيس خلي بالك بيلخبطك مع التيوم افكتيف. هيجي لك مالتيبل فوساير سيجنال تحينهم ياخدوا صبغه تبقاش عارف انت دول ايه اكتف ام اس ولا ده ميتاستاسيس. هو الهيستوري طبعا اللي دور انا عامله بريست وعينه مش عارف ايه لكن انا ام اس ده انت بتتكلم معاك من فتره وعارفه ام اس ماشي. لكن هو بتتحط في الجزء قلت لك انا غلطت في حاجه بس الخطا جه منين؟ من الهيستوري. قال لك ده عامله عمليه في البريست فانا شفت قلت ده ايه برضه تيوم افكتيف. خلي بالك تيوم افكتيف ام اس لخبطك كتير جدا من الميتاستاس ماشي. واجيب لك صوره دي مجمع فيها حاجه على الفوسايد ايه اللي احنا شايفينها اللي انا بشاور عليها في السنه ايه نوعها دي بيربنديكولا يبقى ده ام اس فوسايد. طب دوله مش بيربنديكولا ممكن يبقى لاين ديزيز. دولة ممكن يكونوا اي حاجة زي الادم والحاجات آدم. ماشي ممكن يكونوا ادم. يعني كل واحدة جايب لك ايه ده ساركويد ده مثلا اكزونال انجري ده ام اس ده بوردر زون مش عارف انفارشن. كل واحدة جايب لك انواع شكلهم كل واحد ليه شكل لو انت عايز ايه تبص فيهم. برضو عيان نفس الكلام ده عيان عنده تي بي بص واخدين نعصمت كلهم ده بوردر زون انفارشن حتت فيها كورتيكال وسب كورتيكال ماشي. ده ميتاس انا معاه هوايه مطر جامد جدا وفاريبل سايتس في الصاي. ده عيان مثلا عنده لايم ديزيز اهو برضه انهزك في الصاي. ده عيان عنده ام اس لانهم بص بيربنديكولار ماشيين مع الكورتيكال لاين ماشي. ده برضه عيان عنده ادم بس دول متطورين. وده عيان عنده ساركويد وده عيان عنده لنفوما وده عيان عنده بكتيريال ايه انكيفالايتس. كده الام اس والام اس نيمكس كده خلصناهم. في حد عايز يسال حاجه في الموضوع ده؟ ماشي كده خلاص الموضوع ام اس بقى سهل ولا صعب وال ليكودوست سهلين ولا صعبين؟ سهلين مش كده؟ طيب المره الجايه ان شاء الله انا اوقف الفيديو ازاي يا محمود اعمل فيديو ازاي؟ اعمل ريزيوم؟ لا زد.